راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. شايفين العالم بقلوبنا، راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نرحب بالسادة المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم نظرة أمل. نظرة أمل فكرة البرنامج بنقدمها لكل إنسان فقد بصره، إن البرنامج ده يقدم له نموذج يساعده على مراحل الحياة من دراسة وشغل وما إلى ذلك. قدم لك نموذج نجح في مجال من المجالات كدراسة، تفوق في دراسته، تفوق في عمله، لأن الإنسان الكفيف حينما يصاب بكف البصر يشعر إن الحياة كده وقفت معاه. لا، إحنا بنقول لك إن في إرادة وفي عزيمة وفي تحدي إن أنت تنجح وتقف على رجلك، وتبقى مش ناجح بس لشخصك، أنت تبقى ناجح وتقدر تضيف للمجتمع وللناس اللي حواليك، والناس كلها يشعروا بالنجاح ده. معانا نموذج من أحد النماذج دي، وهو الأخ الفاضل الأستاذ محمد مجدي. نرحب بك يا أستاذ محمد. برحب بحضرتك يا أستاذ محمد، وبرحب بالسادة المشاهدين، وأشكركم على حسن الضيافة وحسن المعاملة، وجزاكم الله خيرا. الأستاذ محمد مجدي كفيف. نعم، أنا مقيد فعلا منذ الابتدائي، يعني دي مش جديدة، يعني من أولى ابتدائي إلى حد الآن باعتباري في الدولة مقيد ككفيف وفاقد للبصر، يعني إنما على الواقع إن شاء الله، بس مش فاقد للبصيرة، يعني ربنا أعطاك نور البصيرة وهي أفضل من نور البصر، من فضل الله، وده اللي احنا هنتعرف عليه من خلال مشوارك في حياتك إن شاء الله عز وجل. أستاذ محمد، احنا عاوزين بس نتعرف الأول على دور الأهل معاك، وقوفهم جنبك في مراحل الدراسة ومراحل الصغر، في بداية حياتك كان دور الأهل معاك إيه؟ وقفوا معاك إزاي؟ عشان كل أب وكل أم عندهم ابن كفيف يقدروا يتعاملوا معاه ويقدروا يواجهوا المشكلة دي معاه. المشكلة دي اتعالجت معاك إزاي؟ والأب والأم كان دورهم إيه في الحياة؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد الذي اصطفاه الله وهداه رحمة للعالمين. ثم أما بعد، فبالنسبة لمشواري في الدراسة، من ناحية توجيه أهلي ليا، أو مثلا العون الأهلي، عون أهلي ليا ماديا ومعنويا ونفسيا وكل شيء بفضل الله، هذا لم يختفي والحمد لله لحظة واحدة من الابتدائي إلى الكلية. فبفضل الله سبحانه وتعالى أهلي في الابتدائي مثلا كانوا بيوجهوني للمذاكرة، كانوا بيوجهوني دايما بفضل الله لقراءة القرآن دوما والاستماع القرآن الكريم. يا أستاذ محمد، طب احنا عاوزين دلوقتي نعرف كان التوجيه كان بيبقى ازاي؟ ازاي بيوجهك؟ ازاي وقف معاك في المذاكرة؟ أيوة. وانت راجل لا تستطيع القراءة ولا الكتابة، وقف جنبك ازاي؟ ايه الوسائل اللي سهلت لك موضوع المذاكرة؟ الوسائل اللي سهلت لي موضوع المذاكرة، والله أخويا الكبير صالح، ربنا يا رب يهدينا وإياه، ربنا ده اللي مثلا كان كثير من الأوقات يعني يجعلني أقرأ معه القرآن ويسمع لي القرآن وكده. أما باقي المواد فما كنتش أقرأها أصلا،
كانت بالاستماع، وكنت اني امتحنها شفوي في نصف العام واخر العام. هذا الى الابتدائي. اما في الثانوي فبدات اني اقراها بنفسي بتقريب الكتاب نواحي ناحيه العين. يعني ناخد مرحله مرحله. نعم. طيب بالنسبه للمرحله الابتدائيه، أيوة. انت اعتمدت فيها على الاستماع، ايوه، كسيديهات او شرائط كاسيت، نعم، او اي من الحاجات دي اللي وفرها لك الايه الاهل. يعني ما حدش كان بيقرا لك؟ ما كان يقرا لي احد. يعني لا، كنت معتمد على التكنولوجيا. هي التكنولوجيا فقط، كان المدرسين يقراوا او كده، وفي الامتحان كانوا يسالوني والله اجاوب وكده. كان حضورك في الدراسه كان بيمثل لك ايه كعائق نفسي وانت قاعد في وسط اصحابك وهم بيتحركوا بيروحوا بيجوا يهزروا ويلعبوا وانت قاعد كده، ده كان بيوصل لك شعور ايه؟ والله والحمد لله ما كانش في تأثير يعني الى حد ما، او ان انا مثلا متضايق ان ما فيش حد معايا، او ان انا ما بتحركش ليه، او لا، والحمد لله كان فيه ناس نعم مبصرين، انما والحمد لله يعني كانوا بيحبوا مجلسي جدا ويقعدوا معايا على جنب، ياخدوا جنب كده. يعني في ناس كانت بتترك اللعب وتسيب اللعب والتنطيط ويروحوا ييجوا وينزلوا فسحه والكلام ده كله، كانوا يقعدوا معاك. الحمد لله، ايوه، كان ده متوفر والحمد لله في فتره الابتدائي. ايوه الحمد لله. والله كان دورك ايه بقى مع الطلبه اصحابك كده؟ وكنت بتقعد معاهم بتتكلم معاهم في ايه؟ كنت بتعمل ايه؟ كنت ايه اللي بتقدمه لهم عشان يقعدوا جنبك؟ والله ده في الابتدائي. ايه سبب المحبه والتجمع حواليك؟ كان في الابتدائي مشهور بان انا في حالي، بان انا ماليش خلطه مثلا مع كتير من الطلاب، ما كانش صوتي عالي، ما كانش فيه مشاغبه، سب او شتائم او خروج مثلا عن المألوف. كان ميزتي انا تلميذ صغير في ابتدائي، ولكن الحمد لله ما فيش سبقه ان انا قلت ادبي او رفعت. ولكن يا استاذ محمد، هل الانطوائيه بالنسبة للكفيف مفيدة ليه أم مضرة؟ والله أنا بقول الكفيف ده أهم طبقة من طبقات المجتمع على الإطلاق، واللي يخليها تتصف بأنها منطوية ومنغلقة على نفسها، يعني مع احترامي يكون أخطأ خطأ كبير جدا جدا في هذا، لأنهم بفضل الله عز وجل الكثير منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله فقد البصر، ولكنه لم يفقد البصيرة على الإطلاق، وهناك النماذج الكثير والكثير، وبفضل الله سبحانه وتعالى من الصحابة من التابعين ممن بعدهم من القرون الأخرى، حتى في العصر الحديث عندك الدكتور طه حسين، وقريبا دكتور صابر حماد واخد دكتوراه في كلية الإعلام. صحيح. نعم. فلذلك هذا يدل على أن الكفيف بفضل الله عز وجل يستعين بالله عز وجل، ثم بعد ذلك يتوكل على الله ويسعى حول هدفه وينوله بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني انت شايف ان الكفيف حياته يغلب عليه الطابع الاجتماعي؟ وبفضل الله اكيد اكيد. ده طبعا شيء بيفيد الكفيف، الاحتكاك مع الناس والتواصل مع الناس بيفيده كتير. طبعا، لان هو مش هيتعلم غير بالخلطة الكتيرة في المجتمع. يمكن لو هو مستفيد من حاجة يفيد اللي قدامه، واللي قدامه برضو يفيده. لو الأمر ده بالنسبة له مجهول، أو إنه مثلا لم يكن له سابق تجربة بهذا الأمر أو ما شابه ذلك. يعني أستاذ محمد، حكيت لي قبل الهوى، أنت ما شاء الله كنت متفوق في المراحل الدراسية، الحمد لله، وربنا أعطاك ملكة الحفظ بفضل الله. فبدأت حفظ القرآن وأنت عندك كم سنة؟ هو بصراحة أنا من الشخصيات القليلة جدا اللي حفظت القرآن متأخر أوي أوي أوي. حفظت القرآن الكريم تقريبا من بداية تانية ثانوي. يعني
ما حفظتش القرآن في المراحل الابتدائية أو الإعدادية، بدأت حفظ وأنت يعني يعتبر على كبر في تانية بالظبط سنة. بسبب العديد من الوسائل الخاطئة. يعني الأخ الكبير سامحنا الله وإياه يعني كان يوجه ما يوجه من أساليب العنف بصراحة، والصوت العالي والرهبة، فده ما ساعدنيش كتير قوي على إتمام الحفظ. يعني انت ضد الضرب في موضوع التحفيظ والترهيب وكده؟ تماما، من الألف إلى الياء يا أستاذ محمد بصراحة، يعني ما ان انت قيدوش عانيت من بالمرة. حاجة زي كده، وده كان عانيت سبب في والله، تأخير حفظك للقرآن. ده بالظبط يا أستاذ محمد، واللي خلاني إني أحفظه وأتقنته بفضل الله ده كثرة الاستماع للقرآن الكريم وللقراء والتلقي وما شابه ذلك. ده اللي خلاني الحمد لله عرفت إني أحفظ القرآن الكريم من غير ولا شيخ ولا مثلا أي حد إني يحفظني ويعيني على الحفظ. إن ربنا بيقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ومنهم مقتصد مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هذا الفضل الذي أعطاك الله إياه، كان قمت بدور مع الناس بيه، وصل للناس النعمة اللي ربنا ادهالك دي، هل اتعاملت بيها مع الناس؟ هل وصلت للناس، ولا ان انت بقيت راجل حافظ القرآن وخلاص، دي بقت ميزة عندك انت وبس؟ هي بقت ميزة عندنا وبس والله بصراحة يا أستاذ محمد. وفي الأمر ده ما كانش ليا خلطة كتير قوي بالناس إن أقول لهم أنا حافظ القرآن الكريم، أنا مثلا اللي مثلا عايز يجي يحفظ عندي، لا بصراحة ما طيب قدمتش وما طيب وما هذا عملتش يعني الأمور دي قبل هذا كده. تقصير، والله فعلا يعني احنا واجهتني. نحتاج ان كل الناس كل الاجيال اللي طلعت تحفظ القرآن، نعم ومش هتحفظه الا عن طريق الحفظة، فدي رسالة بالظبط لازم ان احنا بايه صحيح، انما انا ما وجدتش بصراحة من يعني على ذلك، او مثلا اني يجيب لي مثلا اللي احفظهم، او ان البيئة عامة لا ما بتوعينش بصراحة. البيئة اللي انا فيها معظمها ما ولا حول ولا قوة الا بالله بيئة معاصي، يعني بيئة فعل بعض ما يغضب الله، فلذلك هذا اللي هدانا الله جعلني جميعا. طيب منغلق على بالنسبة نفسي في منطقتي. كصلاة صلاة بالناس، إمام نعم. تصلي بالناس؟ الآن أصلي بالناس فقط صلاة الجمعة بحكم أن أنا خطيب يعني في مسجد معين من المساجد في محافظة القليوبية، فده اللي ده موطنك الأليوبي. نعم نعم بالضبط فعلا، فبصلي الأليوبية بيها طبعا خرجت علماء كثيرين، الحمد لله، ومنهم الشيخ نضرب مثلا الشيخ محمد أمين الكردي، طبعا إمام اللغة العربية في الخمسينات ما والستينات. شاء الله الإمام الكردي. نعم طيب الأستاذ محمد، ممكن تسمعنا حاجة بصوتك إن شاء الله. فاصل كده، يعني نستمتع بصوتك كده والمشاهدين يعيشوا معاك آيات القرآن؟ طبعا بإذن الله، وده شيء يسعدني جدا جدا، واتشرف بإني السادة المشاهدين فاتحين قناة الصحة والجمال، وإنهم بيتواضعوا جزاهم الله خيرا وبيشاهدوا العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتهم. يعني اتفضل يا استاذ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما شاء الله، فتح الله عليك يا شيخ محمد. شيخ محمد بيميل فكرته للشيخ الحصري، استمع إليه كثيرا كثيرا جدا. بعد ما استمعنا للأستاذ محمد ناخد لقطة كده من حياة كفيف ونرجع ليكم تاني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أصبحنا وأصبح الملك لله. ياه، صوت العربيات زاد جدا والدوشة كترت قوي بره. الساعة دلوقتي تجيلها 9. الحمد لله على نعمة السمع اللي بتعرفني الساعة. هبقى أعمى وأطرم كمان. يلا يا علوة يلا عشان ما تأخرش. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. اختيار هدومي بيكون بعناية جديدة جدا. مش معنى ان انا كفيف تبقى هدوم متبهدلة. امي بتساعدني في اختيار هدومي وبتعرفني الالوان. ربنا يخليك يا امي يا مشيكاني، يا امي يا مشيكاني. زي اي كفيف بتكب مني الشاي، رغم اني بحط صباع عشان اعرف الكوبايه وصلت لغايه فين، الا انه برضه بيتدلق مني. زي يا كريم، يا رب النهارده يبقى احسن من امبارح وربنا يستر. شايفين العالم بقلوبنا راضيين ورجعنا لكم تاني وضيفنا الكريم الأستاذ محمد. بارك الله فيك أستاذ محمد. بكوب الشاي برضو؟ أنا مش من عشاق الشاي يا أستاذ محمد، ما بشربوش أبدا بصراحة. ده رد دبلوماسي ولا أنت عشان بكوب الشاي؟ والله فعلا ما بشربوش، ده صدق يعني يشهد علي السادة المشاهدين يعني. وتنسيق الملابس؟ تنسيق الملابس والدتي ربنا يبارك في عمرها ويخليها ويديها الصحه يعني. يا رب ادعيلها كده دعوه كده على الهوى. يا رب يبارك في عمرها. قدم لها كلمه كده هي والوالد. يا رب. انا بوجه بستغل الفرصه دي وبوجه فعلا كلمه لوالدتي جزاك الله خيرا يا استاذ محمد، ولوالدي اقول لوالدي ربنا يبارك في عمره اني شالني من الابتدائي للجامعه ماديا ولا احتجت اي حاجه، دايما هو اللي يصرف عليا. انا رايح المعهد يتفضل بيعطيني، وفي الكليه برضو كان الحمد لله يعطيني وما كانش بيبخل عليا ابدا، ودايما كان يوجهني لحفظ القران بصراحه. ده الوحيد، وكانت دي وجهة والدي من وانا صغير هي قراءة القرآن، انما معرفتي للفقه واللغة العربية ده جت من عند الله سبحانه وتعالى. استماع في التلفاز او المذياع او المعهد او الكلية ده اللي اعني على ذلك بالخلطة، انما في بيتي كان بيركزوا على القرآن الكريم فقط والقرآن وفقط في المقام الاول. فقد البصر بتعوضه بالاستماع؟ بالسمع، بحاسة السمع؟ سبحان الله. يعني بتعتمد على حاسة السمع أكتر حاسة بعد البصر؟ إذا أخذ الله من عبد شيئا عوضه الله بغيره، سبحان الله العظيم. عوضه بأشياء. عوضه بأشياء، سبحان الله. سبحان يعني جزاك الله خيرا قوي يا أستاذ محمد. يعني إن ما كانش إن كان هو مثلا ما بيشوفش، بفضل الله متعود إن السمع، إن كنا إحنا بنسمع من أول ما إحنا جالسين هنا لحد تقريبا آخر الاستوديو هو بيسمع فيما بعده كمان بخطاوي أخرى يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، وبيتحسس بيده في حاجة
انه هيعثر بيتفاداها، ففعلا فالكفيف مش معدوم الحركه ابدا ولا معدوم التفكير او حاجه، بالعكس ده ليه عقليه بتوزن يعني الكثير من عقول الناس، يمكن بشر كتير جدا جدا ما عندهمش العقل. فضل الله عليهم. نعم والحمد لله رب العالمين، فما يزعلش الكفيف انه فقد بصره ابدا يعني. لا طبعا ده ديك ممكن تكون محنه تنقلب الى منحه. الى منحه فعلا بالظبط، منحه ربانيه. ما ينظرش للحرام، انه ما يجعلش النساء كتير من هي الناس قبلته. كتير من الناس بيتمنوا لاولادهم حفظ القران، ولكن يصعب عليهم جدا انه يوجهوهم وان ابنائهم نفسهم يلتزموا في الموضوع ده. نعم. كتير من الناس بيبقوا عايزين نفسهم ان اولادهم يكملوا في الدراسه. صحيح. ويحاولوا معاهم بشتى الطرق. صحيح بالظبط. وممكن بيصرفوا عليهم اكتر من اي حد تاني. نعم. ولكن سبحان الله ربنا اراد الكفيف انه يحفظ القران، وانه يتفوق في الدراسه، وانه يتفوق في العمل. نعم. فدي منحه من عند ربنا. نعم. ربنا عوضه باشياء كثيره. نعم. استاذ محمد طبعا انت درست الابتدائي والاعدادي والثانوي زي ما ذكرتني. نعم. عندكم في المحافظه في الاليوبيه. في الاليوبيه نعم. بعد كده دخلت الكليه، انت كانت دراستك في الازهر. نعم في الازهر بالظبط. دخلت كليه ايه؟ كليه الشريعه والقانون بفضل كلية الله. كليه الشريعه والقانون. نعم. كنت دخلت اقاليم ولا القاهره؟ دخلت كليه الشريعه والقانون بالقاهره بفضل الله سبحانه وتعالى. بالقاهره ما شاء الله. نعم. مذهبك ايه بقى؟ المذهب مذهب الامام الاعظم ابو حنيفه النعماني. طب ما شاء الله يعني تطلع مأذون ان شاء الله يا استاذ محمد. تلاقي اتجوز الناس. الله المستعان يعني، وما ذلك على الله بعزيز يا استاذ محمد ان شاء الله. طيب عايزين بقى يعني حاجه تحكي لنا كده، حاجه طريفه كده حصلت معاك في الكليه. انت ذكرتني ان انت كنت بتروح الكليه ما شاء الله حتى يوم الجمعه. لا مش للدرجه يا استاذ محمد. لا كنت يوميا. كان والحمد لله استاذ محمد كان بيروح الكليه الاخوه المشاهدين من الصبح لحد العصر، خلص المحاضرات يروح يقعد في مسجد القاضي يحيى. الحمد لله ما شاء الله يعني يقعد يذاكر لحد ما يصلي المغرب والعشاء بعد كده يروح. صح. وعلى هذا الوضع كل يوم. فطبعا انت ليك مواقف كتير بقى حصلت معاك. جدا. تحكي لنا بقى يعني. انا مش عايز اقول بقى، انت اللي تقول الموقف اللي حكيته لي بره. يعني قبل ما احكي الموقف اللي حكيته لحضرتك قبل الهوا يا استاذ محمد. أي. اطرف المواقف، وده واجهني من اول اولى كليه لحد سنه رابعه. يعني الاخوه الطلاب معظمهم طبعا ليس الكل، الكثير منهم لازم ان موضوع سؤالهم ايه اللي خدناه وايه اللي ما خدناهوش وايه اللي محذوف وايه اللي مش محذوف وكده. وبعد ما تنتهي فترة الدراسة سبحان الله العظيم ولا حد يهاتفني او مثلا حد يسأل فيا او الكلام ده. يعني انت يا استاذ محمد كنت المصدر للطلبة بالتواصل لمعرفة المقررات وايه الملغي وايه المقرر وايه المحذوف والدكتور ده والجدول ومواعيد الامتحانات. يعني ما شاء الله يعني بفضل كفيف نافع لنفسه ونافع لغيره. الله يبارك فيك. يعني كان الطلاب بيعتمدوا على الأستاذ محمد اعتماد كلي لمعرفة المقررات ومعرفة الملغي والمحذوف وإيه اللي وصى به الدكتور. تمام بفضل الله. فدي ما شاء الله يعني ده من نعم ربنا عليك. الحمد لله يا استاذ محمد. اما من تقصير بقى الاخوه فهم بيتدلعوا عليك يا استاذ محمد، فانت تسامحهم يعني. ده طبعا انا مسامحهم جدا جدا، ويكفي ان احنا ما طيب بنشوفش الموقف بعض. الموقف بقى بتاعنا ده نذكره عشان خلاص احنا يعني فاضل معانا يعني اقل من دقيقتين. يا والله الموقف دوت حصل يعني عن طريق خطا مني في الكليه. بعد ما انتهت المحاضرات يعني شعرت ببعض يعني ارهاق يعني كده. فلما انتهى اليوم الدراسي انا مش زي الطلاب اللي خرجوا روحوا على البيت، بالعكس في اليوم ده فضلت موجود في الكليه الى المساء. يعني الساده المشاهدين يتخيلوا طالب لسه في الكليه سبحان الله العظيم لحد تقريبا 11 بالليل او كده. يعني لولا اني سبحان الله لما نزلت الامن لما كنت قاعد فين اسمح لي يعني كان في اخر دور في ادوار الكليه يعني فوق كنت خالص دخلت مدرج. ايه اللي حصل طيب؟ يعني انت ايه اللي قعدك الوقت ده كله؟ اللي قعدني الوقت ده كله زي ما قلت لحضرتك يعني استاذ محمد حصل موضوع شبه دوخه كده، وما اتضح اني اخذتني غفله تامه. استاذ محمد نام في المدرج، خدوا دراسه ونوم. صح صح. يعني كان
كان يوم كامل الدسم يعني، زي ما بصحيح التعبير يعني بتاع اهل منطقنا البسطاء يعني. طبعا وامن الكليه لما شافك طبعا يعني. يعني سبحان الله استغربوا يعني ازاي ان يكون باقي كل ده، وازاي ان انا يعني اكون خلاف كل الطلاب ما امشيش معاهم وكده. وحصل اعتبروك ايه بقى ساعتها؟ والله يعني اعتبروني ان انا بصراحه استهتر بدراستي تماما، وان انا مش من المجتهدين، وان انا من الطلاب. لا طبعا يعني يا استاذ محمد، انت مش من المستهترين، انت من المجتهدين ومن الشخصيات الناجحه، واحنا النهارده بنشكرك. وانا بشكركم وبشكر الساده المشاهدين، وبشكر فريق عمل قناه الصحه والجمال من اول عامل الى اخر عامل فيهم، وبشكر اداره القناه كلهم على حسن ضيافتهم. هم بيشكروك وسعداء بيك، والاخوه المشاهدين سعداء بيك، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى الله عز وجل ونماذج أخرى نقدمها الله لكل كفيف بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين العالم بقلوبنا، راضيين بنصيبنا ومكتوبنا، الله الله.